السجق بدبس الرمان. الوصفة دي علشان نعملها عايزين سجق بلدي مش سوسيس، سجق، وعايزين 3 معالق كبيرة زيت زيتون، 1 بصل، 2 فص ثوم مفروم، 1 فلفل حار، وعايزين 3 معالق كبيرة من دبس الرمان، 0.5 معلقة صغيرة ملح، ملح وفلفل، 1 فلفل أخضر، 1 طماطم، وكزبرة خضراء. وتقدروا كمان في الآخر خالص كده لو تحطوا لو تحبوا 1 معلقة كبيرة كده من الصنوبر المقلي برضو تبقى حلو، تبقى حلو قوي. هي دي عاملة شوية زي نفس التتبيلة اللي بنعمل بيها كبدة الفراخ وبتطلع جميلة جدا. مش هنحط زيت كتير لأن احنا عارفين طبعا السجق هينزل زيت، هينزل دسم يعني دهن يعني، فمش هنحط غير بس شوية صغيرين كده، وهنعتمد على اللي هينزل من السجق. بس كده أول حاجة هنحط البصل، عندنا البصل شرايح، عندنا كمان ثوم، ممكن تحطوا الثوم مفروم أو تحطوه متقطع شرايح برضو، لذيذة بقى الوصفة دي كده، تغميس جميلة قوي قوي. وسهلة وسريعة. السجق يا جماعة أنا مقطعاه بس لأن هو كان يعني كبير شوية، فقطعته يعني كل واحدة قطعناها 2، فأنتوا لو السجق عندكم مش كبير قوي قصير يعني كده ممكن ما تقطعوهوش. يعني انا مش هحط غير ملح وفلفل، بس انتوا لو عايزين تحطوا اي حاجة تانية يعني حابين تحطوا شوية بهارات، شوية كزبرة ناشفة، هو السجق اصلا مبهر فمش محتاج ان احنا نحط له توابل تانية، بس لو انتوا حابين تزودوا كده شوية طبعا مفيش اي مشكلة، بس انا ما حطيتش لانه السجق منه فيه توابل. ممكن كمان تحطوا عصرة ليمون برضو بتبقى حلوة. اهو ابتدى ينزل الدهن بقى اللي فيه. شايفين ابتدى الدهن ينزل اهو. اهو شايفين. عشان كده ما تحطوش كتير زيت يعني. ما تقلبهوش كمان كتير غير لما يبتدي يتحمر شوية علشان ما يتهريش يعني، خلوه بس شوية كده يتحمر وبعدين نبتدي نقلبه كويس. عندنا هنا فلفل أخضر متقطع شرايح، وعندنا كزبرة خضراء، لو ما فيش كزبرة ممكن تستعملوا بقدونس. طبعا بقى دبس الرمان هو اللي هيديله طعم لذيذ قوي ومختلف شوية، وعشان كده انا بقول لو حطيته شوية صنوبر شوية يعني لو فيه بيبقى حلو، لان دبس الرمان معرفش دايما كده بيتحط معاه مكسرات بيبقى طعمه لذيذ. في كمان اللوز اللي بيبقى متقطع شرايح رفيعة دي بيبقى شكله كده من بعيد عامل زي الصنوبر برضو بيبقى حلو. نحط شوية ملح، ما تحطوش برضو كتير ولا ملح ولا فلفل لان
السجق مملح، فمش هنحط كتير، هنحط اقل من العادي. نحط بقى دلوقتي الفلفل الاخضر اللي عندنا، ونحط الفلفل الحراق، اخر حاجة هنحطها لا خلي الطماطم اخر حاجة. بنحط دلوقتي شوية من دبس الرمان، ده بقى اللي هيخلي طعمه مختلف خالص ولذيذ كده. اخر حاجة هنحطها هي الطماطم المقطعة، علشان مش عايزينها تتهري قوي، فهي اخر حاجة كده هنحطها. السجق عندنا جاهز، والصوص طبعا اللي حواليه دي من دبس الرمان اهي، دي بقى اللي في التغميس بتبقى فظيعة فظيعة. شوفوا الجمال اهو. خلاص احنا كده تمام. هناخد بقى دلوقتي شويه من الكزبره الناشفه اللي عندنا ونحطها عليه، تديله طعم حلو قوي. كزبره خضراء، انتوا ايه عايزين، بقدونس او كزبره خضراء زي ما تحبوا. ناخد شوية فلفل حراق كده نحطه زي ما اتفقنا، بس لو في معلقة من الصنوبر كده بيبقى لذيذ جداً.